بدأوا بأسئلة، قلنا هنبدأوا بأسئلة بنك المعرفة. الغرض مش ان احنا نحله وخلاص، الغرض ان احنا نفهم بنحل ازاي. طب نبدأ كده نقرأ واحدة واحدة ونشوف. if a following vehicles، يعني الحاجات المكتوبة تحت دي، are traveling at 30 miles per hour، يعني ماشيين كلهم بنفس البير اور. يعني انت كده فهمت ان كلمة بير اور دي اخذناها قبل كده، كلمة بير اور يعني في الساعة، يعني دي اليونت بتاعت سبيد. يبقى اذا الكلمة بتاعت 30 ميل بير اور يعني كلهم نفس السبيد. and straight roads. okay. which vehicle will be the hardest to stop؟ أصعب واحدة to stop. طيب احنا مبدئيا كده هنفكر سوا، هي كلها نفس السبيد. اوكي، يبقى أصعب واحدة أوقفها هي أتقل واحدة على إيديا. طيب عندنا بايسكل عادي، انت لو شدتها كده هتقف. كومباكت كار اللي هي العربيات الكبيرة شوية. تريكتور تريلر اللي هي العربيات اللي فيها اسمها ايه، بيقول على التريلات دي. طيب تعالى كده، تريكتور تريلر التريلاية، لودد with foam wrapper، يعني تقيلة 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 يعني. يبقى اكيد اصعب واحدة انا اوقفها اللي هي اتقل واحدة، فهنا نختاروا دي. طيب بكار عندنا كار moving at 55 and hits a brick wall، هي ماشية وهوب دخلت في wall، دخلت في حيطة. which of the following برضو مين في دول، explain what will most likely happen to the car، اللي هيحصل للكار due to the force extracted back on its by brick wall، اللي هيحصل للكار تمام بسبب الخبطة بتاعتها، ماشية وخبطت. its speed will decrease، السرعة بتاعتها هتقل، او the speed will increase. the speed will not be affected، مش هيجرى حاجة اساسا، او it will climb the wall، هتطلع الشجرة، هتطلع سوري على الحيطة. اكيد العربية مش هتطلع على الحيطة، مفيش حاجة اسمها كده، ومش ممكن ابدا ان السبيد ما تتأثرش خالص، لكن اللي هيحصل ان السبيد بتاعتها بعد ما هتخبط في الحيطة السرعة بتاعتها ديكريس، هي لما هتخبط هترجع لورا سيكا كده وتقف. طيب راول، واحد اسمه راول is pushing a grocery cart، دي اللي احنا بنمشي يعني لما بتبقى في سوبر ماركت حاطط فيها الحاجات وبتحطها وانت ماشي. هو كان بيمشيها لمامته. the wheel hits a rock، خبط في صخرة. stick in the front of wheel، هو معدي خبط في طوبة كده. what effect does the rock have on his speed، العربية لما هو خبط بالعربية اللي هيحصل في السرعة بتاعته بعد ما هو خبط؟ no effect يعني ولا حاجة هتحصل اكيد، لا هي يا decrease يا increase، يا اما هتقف خالص. طب نقرا واحدة واحدة. هو ماشي خبط في طوبة، الطوبة دي كانت واقفة قدامه يعني كعبل، فالعربية وقفت. نفس هو was learning to ride the bike، هو كان بيتعلم يركب البايك. بابا give him a push، زقه from behind، زقه من ورا and let go، زقه وسابه يمشي. but cause it has speed، بعد ما تزق بالعقل كده انت بتمشي، انا زقتك من ورا فانت هتجري، يبقى المفروض ان السرعة بتاعته increase، ما ينفعش decrease، ما ينفعش was removed يعني يقف خالص اصلا اكيد لا. طيب نشوف اللي بعده.
while ice skating بيتزحلق على التلج. Lakshya Dipannota is pushed from behind by her friend Jamal. جمال زقها من ظهره. اللي هيحصل للسرعة بتاعتها. What effect her motion. انا لما زقها ورا سرعتها هتقل ولا سرعتها هتزيد ولا هي هتستوب. هي بس انا مش باينة يعني مش واضحة ان لما هزقها لورا هي المفروض ان هي هيحصل increase speed. تقريبا انا بكتب حاجة جت عليها ودارتها او مساحتها. سرعتها هتزيد. ما ينفعش cause her to stop لان هو زقها من ورا. ما ينفعش اعمل لها decrease speed ده لو بزقه in opposite direction يعني مش من ورا انا وهي داخلين في وش بعض. لكن اللي يحصل لما هزقه من ورا هي increase speed. هي اكيد موجودة في الاختيارات بس يعني وانا بكتب تقريبا بوظتها ولا حاجة. When you clap your hands, clap 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 بيسقف. What happened to energy of motion لما تحرك ايدك ايه اللي هيحصل؟ سقف طلعنا sound and heat energy. مراجعة سريعة كنا واخدين في الانرجيز ان انا عندي حاجة اسمها lost energy يعني انا مش بستخدم. انت لما هتسقف انت عندك كيناتيك انرجي هتعمل ثلاث حاجات. هتعمل ساوند وهتعمل هيت. سوري هتعمل ساوند وهتعمل هيت حاجتين. انت سمع الصوت بس ايدك اللي هتسخن. كان فيهم lost energy فكروا فيها الساوند ولا الهيت. اوكي all the following انا مش عارفه برضو بيضلم ليه. All the following كل الحاجات اللي تحت are examples دي امثلة لفورس acting upon an object to change velocity يعني الحاجات دي كلها هتغير velocity. قلنا velocity يعني speed except يعني ما عدا قلنا قبل كده except دي بتخليك تختار الاجابة اللي مش صح. تمام consistent mass يعني mass ثابتة. mass ثابتة يعني هو كده هو واقف مثلا وهو 30 اتحرك وهو 30 نايم وهو 30 مبدئيا كده اعتقد هتبقى دي بس احنا بنقرا كل الاوبشنز اللي موجوده. angle of contact احنا اتفقنا قبل كده لو العربيه تتخبط من الجنب او تتخبط من ورا او مش عارف ايه كل ده هيأثر عليها تبقى ما تنفعش accept. pull of gravity اكيد الجرافيتي هتأثر في الموضوع. amount of friction يعني هتزق جامد هتحك جامد قوي في الارض او هتمشي هتطير اكيد ده هيأثر. لكن الماس اوريدي ثابت انا مالي ومالها. acceleration happens when an object speed up or slows down or. طب واحدة واحدة acceleration دي معناها بالعربي اللي هي العجلة. عجلة يعني change speed علشان كده هو مكتوب ان عندك speed up زادت او slows down هديت or. يعني معنى كده انا بتكلم على حاجات فيها speed فيها حركة. طيب نشوف ايه generate heat علاقة الهيت بالحركة ما تنفعش دي تنفعش xx. change direction غيرت الاتجاه I think ما انت ساعات لما تيجي تغير الاتجاه يعني انت دلوقتي سايق ولا بابا سايق يجي يحود بيهدي يعني slows down فممكن انا كده عملت slows down احتمال. has a chemical change chemical يمكن علشان الفيول بس علاقته بالموضوع مش عارف. stay in the same place هو لسه في مكانه يعني ما راحش ولا جه فما اتحركش اصلا. then it changes direction. دي كانت أسئلة بنك المعرفة في الجزء دوت والفيديو اهو كان صغير اتعلمنا بس ازاي نجاوب وبعد كده واحدة واحدة نحلوا بنك المعرفة سوا ونحلوا أسئلة تانية سوا بأمر الله.